دكتور نادر ماهر متى، استشاري أول السكر والغدد الصماء، ودكتوراه الكلية الملكية لدراسات الطب العليا جامعة لندن. عنوان عيادة مصر الجديدة المتكاملة للسكر والغدد، 5 شارع عمر بن الخطاب من ميدان الإسماعيلية. الاستعلام والحجز، عيادات مصر الجديدة، 0120-33-27-088 أو 02-22-40-29-70. صفحة العيادة على الفيسبوك، عيادات مصر الجديدة المتكاملة للسكر والغدد. أنا دكتور نادر ماهر متى، استشاري أول الغدد والسكر، دكتوراه الكلية الملكية لدراسات الطب العليا جامعة لندن. أنا هنا في عيادات مصر الجديدة المتكاملة للغدد والسكر. جايز من الاسم بتاعها يدي فكرة عن الأنشطة بتاعتها، لكن أنا أحب أبين أن العيادات هي غير تقليدية. هنا في العيادات مريض السكر عنده بيبقى في الغالب عدة مشاكل غير مشكلة السكر. هنا في طبعا كاميرا خاصة بفحص الشبكية، تعتبر أحدث كاميرا في العالم، بنفحص الشبكية بتاعة المريض. مريض السكر لازم يشوف الأقدام بتاعته، ولازم يتابع الأعصاب الطرفية بتاعته والأوعية الدموية. ففي نفس العيادة بدل ما يضطر يروح لعيادات تانية خاصة بالأوعية الدموية، عندنا وحدة سحب عينات من معمل مرخص رخصة دولية، تسحب العينات وبتبعت للمعمل الرئيسي، وعلى أساسها بنشوف الوظائف العامة بتاعة الجسم، وهي المرتبطة دايما بالسكر، زي وظائف الكلى، وظائف الكبد، الكوليسترول، الدهون الثلاثية. كل الحاجات دي تحت سقف واحد بنشوفها هنا في العيادة، بدون ما المريض يتحمل ان هو يروح كذا مكان علشان يشوف الحاجات دي. كمان راعينا ان هو اذا كان المريض عايز يكشف كشف سكر فقط فطبعا اهلا وسهلا، لكن اذا كان عايز يكشف كشف متكامل فاحنا عملنا باكج خاص للمريض على اساس ان هو يستفيد من جميع الخدمات بخصم خاص لو هو عمل جميع الخدمات دون اعباء ماديه اضافيه. عندنا خدمه متميزه هنا ايضا اللي هي خدمه الواتس الخاصه بمتابعه المريض ابتداء من الزياره الاولى ليه وحتى الزياره التي تليها. عندنا خدمه الفيسبوك، في معلومات يومية بتنزل على الفيسبوك بتفيد مريض السكر والغدد، وفي نفس الوقت مش عايزين المريض يحس ان هو وحيد في حكاية السكر، لان بعض الاحيان بيبقى في حاجة لآراء كتيرة وفي حاجة الى معلومات يستفيد منها، واحنا بنبعت المعلومات دي بصفة يومية على صفحة الفيس. صفحة الفيس اللي هي بنقول عليها او العنوان بتاعها عيادات مصر الجديدة للسكر والغدد، يعني بهذا العنوان بيدخل على الفيس بتطلع له المكونات بتاعة الصفحة، وبنحاول ان هو يعمل لايك ليها وشيرينج الصفحة مع أحبائه وأصدقائه لأنها هتكون مفيدة جدا. عيادات دكتور نادر بنعمل تشيك أب على البيشنت أول ما بيدخل تراج روم، بنعمل فيتال ساينز، سكر، ضغط، وزن، طول، الحاجات دي بتبقى مهمة للدكتور والداتا عند الدكتور. بعد كده المفروض بيدخل يكشف عند الدكتور، وأهم حاجة طبعا الدكتور بيعملها إن هو بيكشف كلينيكي بلس إن هو بيكشف على الأوعية الدموية والأعصاب كمان، طبعا ده خاصة لمريض السكر. وبعدها طبعا
من الكومبليكيشن بتاعة مريض السكر انه بيحصل مشاكل في الشبكية، فاحنا بندخل برضو عند الفندوسكوبي بنتشيك على الريتنا بتاعته على الشبكية اذا كان فيها حاجة او لا، بلس بعد كده التحاليل اللي الدكتور بيطلبها من A to Z بندخل نسحب له عينات التحاليل وبنعملها. احنا كان غرضنا كله ان كل حاجة بتحصل في العيادة علشان بس البيشنت ما يروحش من مكان لمكان، ان هو كل حاجة تكون في مكان واحد وفي سنتر واحد عشان طبعا نقلل التعب عليه واللود عليه.